بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. درس اليوم بعنوان الدولة الأيوبية. استمرت الدولة الأيوبية من عام 567 هجرية إلى 648 هجرية. مؤسس الدولة هو صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب، ولذلك سميت الدولة الأيوبية نسبة إلى أيوب، وهو كردي الأصل. نشأت صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي نشأة دينية، حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه والأدب، اتعلم فنون القتال والفروسية، وكان كثير الصلاة والصيام والإنفاق على الفقراء والمساكين، وده نتيجة النشأة الدينية اللي هو نشأها. استعان الأمير نور الدين محمود به في كثير من الحملات ضد الصليبيين في بلاد الشام ومصر، أنهى الخلافة الفاطمية وأسس الدولة الأيوبية في مصر. أهم أعمال صلاح الدين الأيوبي: وحد صلاح الدين مصر والشام والعراق في دولة واحدة، ونشر الأمن والأمان في الدول الإسلامية، وأنشأ المساجد والمدارس لنشر تعاليم الإسلام، واهتم بالعلم والعلماء، وصحح عقيدة الناس من الأعمال المخالفة للدين، وعمل على نشر المذهب السني بدل من المذهب الشيعي اللي كان منتشر في مصر في ذلك الوقت. الخطر الصليبي على العالم الإسلامي: توجهت حملات صليبية إلى بلاد العالم الإسلامي، واستغلوا حالة الضعف اللي كانت منتشرة في العالم الإسلامي للسيطرة عليه، وأيضا بسبب نجاح البابا ورجال الدين المسيحي في إثارة حماس الشعوب والحكام لشن حملات صليبية ضد المسلمين، وتسمت الحملات الصليبية بهذا الاسم الصليبية نسبة إلى الصليب اللي اتخذوه شعار ليهم ورسموه على صدرهم وأعلامهم اللي كانوا بيحملوها في المعركة. وهنا لابد إن احنا نلاحظ إن الحملات الصليبية اندفعت نحو الشرق على شكل موجات متتالية، يعني ما جاتش مرة واحدة، لكنها جات على فترات أو موجات متتالية استمرت حوالي 200 عام، مستغلة ضعف الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. وبدأت الحملة الصليبية الأولى في عام 490 هجرية الموافق 1096 ميلادية، ونجح الصليبيين في إقامة 4 إمارات صليبية في الشرق، هي إمارة الرها وأنطاكيا وطرابلس والقدس أو بيت المقدس. وجعل الصليبيين بيت المقدس مملكة بسبب أهميتها الدينية في ذلك الوقت. وكان من أبرز المجاهدين الإسلاميين ضد الصليبيين عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي. ودلوقتي هنشوف مع بعض المحاولات لاسترداد بيت المقدس. واستطاع صلاح الدين أنه يسترد بيت المقدس، لكن الصليبيين لم يسكتوا على ذلك، وقاموا بعدة محاولات لاسترداد بيت المقدس مرة أخرى. كان من أبرزها إن بعد استرداد صلاح الدين لبيت المقدس أسرع ملوك أوروبا بإرسال حملة صليبية ثالثة بقيادة ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا وملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد لاسترداد بيت المقدس، وغير إمبراطور ألمانيا في الطريق فعادت جيوشه لبلادها. في نفس الوقت دب خلاف بين ملك فرنسا وملك إنجلترا، فعاد ملك فرنسا إلى أوروبا، وبكده أصبح ملك إنجلترا فقط هو المواجه لصلاح الدين الأيوبي، لكنه فشل في هزيمة صلاح الدين، فعقد معه صلح الرملة في عام 1192 ميلادية. صلح الرملة وقع في 588 هجرية الموافق 1192 ميلادية، وتضمن صلح الرملة عدة بنود، منها بقاء بيت المقدس في يد المسلمين، وبقاء بعض المدن الساحلية في يد الصليبيين، والسماح للمسيحيين بالحج لبيت المقدس. وبعد عودة ملك إنجلترا لبلاده مرض صلاح الدين وتوفي في عام 589 هجرية الموافق 1193 ميلادية، بعد رحلة جهاد طويلة بذل فيها كل ما يملك، فلم يترك في خزانته سوى دينار واحد و36 درهم. خلفاء صلاح الدين الأيوبي: الملك العادل والملك الكامل والملك الصالح. وكأي دولة بتبدأ بقوية ثم تنتهي بالضعف، إلى أن سقطت الدولة الأيوبية بعد الانتصار على الصليبيين، دبر أمراء المماليك مؤامرة للتخلص من توران شاه آخر سلاطين الدولة الأيوبية، وقتلوه، وبكده انتهى عهد الدولة الأيوبية وقامت دولة المماليك في مصر. ملخص درس اليوم أبنائي وبناتي، تعرفنا من خلاله على الدولة الأيوبية اللي بتنسب إلى صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب المشهور بصلاح الدين الأيوبي. وصلاح الدين الأيوبي حقق الوحدة الإسلامية بين الدول الإسلامية، وصلاح الدين أيضا قهر الصليبيين في معركة حطين، وعقد صلح الرملة مع ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، ونشر الأمن والأمان في مصر، وكان من أشهر خلفائه الملك العادل والملك الكامل والملك الصالح. إلى هنا أبنائي وبناتي نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم، وأترك لكم الإجابة على سؤال التدريب أسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة.
شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.